بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ النهاردة بالسيريال انترفيس. ايه هو السيريال انترفيس ده؟ احنا قلنا قبل كده ان الراوتر بيتكون من مجموعة برضو من الانترفيسز. في بعض الانترفيسز ملائمة ان هي توصل باللين، وفي بعض الانترفيسز ملائمة ان هي توصل بالوان. من ضمن الانترفيسز الملائمة ان هي توصل بالوان انترفيسز اسمها سيريال انترفيس، وشفنا شكله عامل ازاي قبل كده على الراوتر. تمام؟ فانا هفترض دلوقتي ان انا عندي تو راوترز عايز اوصلهم مع بعض بسيريال انترفيس. قبل ما نكمل بقى، بالنسبه للوان تكنولوجي في عندي نوعين من الوان تكنولوجي، البابليك والبرايفت. طبعا الكلام ده احنا هندوس فيه قدام بالتفصيل ان شاء الله في السمستر الرابع. تمام؟ بس مؤقتا يعني عشان تفهموا انا بتكلم في ايه النهارده. البابليك معناه ان العميل عايز يطلع انترنت، العميل عايز يطلع ايه؟ انترنت. لكن بالنسبه للبرايفت وير المقصود بيه ان فروع الشركه بتاعته عايز يوصلها ببعض. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي في الفرع بتاع الزقازيق حتى هذه اللحظه على الديفولت ينفع ان انا اصلا اكونكت على الفرع بتاع المعادي ادخل على جهاز السكرتيره هناك باللي احنا فيه ده؟ لا. تمام؟ فانا هطلب من السيرفيس بروفايدر الاي اس بي، شركه وي، فودافون، اي شركه من الشركات دي، ان هو يربط لي الفرعين ببعض. فمش الهدف خالص ان انا اطلع انترنت، الهدف قلنا تاني ايه؟ ان انا اربط اللان دي باللان اللي هناك كاننا لان واحده، كاننا ايه؟ لان واحده. تمام؟ في طرق كتير من ضمنها تكنولوجي على سبيل المثال اسمها ليز لاين، هنتكلم عنها برضو بالتفصيل قدام ان شاء الله. تكنولوجي ليز لاين دي عشان اوصل الفرع ده بالفرع ده هحتاج السيريال انترفيس. هحتاج ايه؟ السيريال انترفيس. تمام؟ فالكابل هيطلع من الراوتر من السيريال انترفيس بتاعه يوصل بالراوتر اللي هناك من خلال السيرفيس بروفايدر، الشبكه بتاعت السيرفيس بروفايدر. واضح لغايه دلوقتي؟ فانا هفترض ان ده R1 وده R2، وهفترض زي ما اتفقنا ان الراوتر ده موجود عندي في الفرع بتاع زجازيق، والفرع ده اللي هو بتاع المعادي. تمام؟ طبعا مش هجيب كابل امدهم الاثنين ببعض، قلنا تاني في بلاوي سودا هنا في النص كده اساسا الاجهزه بتاعت السيرفيس بروفايدر، هنحكي الحدوته بتاعتها بالتفصيل قدام بالتفصيل الممل قدام ان شاء الله. تمام؟ طيب مشكلتي في حاجه، ايه هي؟ ان الراوتر اصلا بنسميه او باي ديفولت بنقول عليه ان هو جهاز دي تي اي ديفايس، داتا ترمينال اكويبمنت. بنسميه يا شباب داتا ترمينال اكويبمنت. يعني ايه دي تي اي ديفايس ده؟ معناه ان الداتا اول ما بتيجي من اللين توصل للراوتر، الراوتر بيطلعها بره بسرعه الانترفيس، بيطلعها بره بسرعه ايه؟ الانترفيس. يعني ايه سرعه الانترفيس؟ ممكن اكون انا شاريه موديول سرعته مثلا 1 ميج. تمام؟ بالمناسبه السيريال انترفيسز ماكسيمم اقصى موديول اتعمل فيها يعني سرعته 45 ميج. تمام؟ اقصى حاجه كام؟ 45 ميج. وعشان كده السيريال انترفيسز اصلا تندنج تو بي فورجوتن، كل يوم والتاني بتتنسي اكتر من اليوم اللي قبليه، لان ظهر هنتكلم قدام باذن الله على انواع من الوان تكنولوجي الاسعار بتاعتها ارخص بكتير وفي نفس الوقت سرعات اعلى بكتير. لكن ما زال في اماكن شغاله باللي انا هشرحه ده. تمام؟ يبقى تاني هفترض دلوقتي ان الداتا جت على اللين، وهفترض ان انا كنت شاريه مثلا انترفيس سرعته 45 ميجا على سبيل المثال. تمام؟ طيب الراوتر هيروح واخد الداتا من اللين يطلعها بره قلنا بسرعه مين؟ السيريال انترفيس. انا بتكلم عن سرعات لان ولا وين؟ بره وين؟ سرعات الوين فور فري ولا مدفوعه؟ المفترض ان هي مدفوعه. ينفع بعد كده ان الداتا اللي جايه لي من اللين الاقي الراوتر بتاع الشركه بتاعتي بعته بسرعه 45 وانا في الواقع شاريه من السيرفيس بروفايدر سرعه 1 ميج بس؟ لا. علشان كده لازم الراوتر يربط اصلا او يشبك على جهاز بنسميه الدي سي اي. بسميه يا شباب الدي سي اي. تمام؟ اللي هو داتا كوميونيكيشن اكويبمنت. تمام؟ ايه الدي سي اي ده بقى؟ قال لك وظيفته ان هو بيظبط عمليه الكوميونيكيشن بالنسبه للراوتر. اشبهها لكم ايه عشان نستوعبها؟ هتخيل دلوقتي ان انا عندي ماسوره كده والماسوره دي نازل فيها ميه. تمام؟ ينفع ان انا اتحكم في سرعه تدفق الميه من الماسوره دي؟ ازاي؟ بالظبط كده. ايه رايك لو انا كتمت البورد ده خالص؟ لو قفلت الفتحه دي خالص، تمام؟ الميه هتتمع خالص، طب لو شلت ايدي هتنزل بسرعتها. طب لو انا كررت العمليه دي كذا مره كتوتال مش كاني حددت سرعه تدفق الميه؟ تمام؟ نفس الفكره بالظبط. قال لك هتخيل كده ان الدي سي اي ده ليه ايد كاتم بيها البورد بتاع
الراوتر. اول ما يكتم البورت بتاع الراوتر كده مش بيبعت داتا. طب لما يشيل ايده الراوتر هيبعت الداتا ساعتها بالسرعه القصوى بتاعته اللي هي سرعه الانترفيس اللي هو 45 ميجا. لما دلوقتي البي سي اي يكرر العمليه دي اكتر من مره كتوتال كاني اتحكمت في سرعه تدفق الداتا ولا لا، او سرعه نقل الداتا ولا لا. تمام. للدقه بقى السيرفيس بروفايدر بيقسم الثانيه لكذا جزء من الثانيه. تمام. هفترض ان هو بيقسم او هو فعلا بيقسم الثانيه لكذا جزء. تمام. هفترض مثلا ان الجزء الواحد هنسميه مثلا تي سي، وهفترض ان هما اصلا 8 تي سي كافتراض. تمام. انت بقى على حسب الفلوس اللي انت دافعها ممكن السيرفيس بروفايدر يظبط لك الدي سي اي ده ان هو يكتم الدوت ماشي خمس اجزاء من الثانيه ويشيل ايده ثلاث اجزاء. طب انت دفعت فلوس اعلى يكتمها مثلا ثلاث اجزاء من الثانيه ويشيل ايده خمس اجزاء. فعلى حسب الفلوس اللي انت دافعها والسرعه اللي انت شاريها هيشوف بقى هتشوف هيحدد اصلا هيكتم الدوت كام جزء من الثانيه ويشيل ايده كام جزء من الثانيه كتوتال، مش كاني حددت سرعه تدفق الداتا تاني صح. طيب الدي سي اي ده بقى عباره عن ايه؟ قال لك ممكن يكون جهاز من اتنين. ممكن يكون الجهاز ده انالوج زي جهاز اسمه موديل، وممكن يكون الجهاز ده ديجيتال زي جهاز اسمه سي اس يو اوفر دي اس يو. سي اس يو اوفر ايه؟ دي اس يو اللي احنا بس عشان مش ننساها بندلعه نقول عليه السوسو دوسو. عجبتك قوي يا مؤمن صح؟ السوسو دوسو. اخبار البنت السوسو ايه؟ تمام. المهم تاني انالوج تمام زي مين؟ الموديل. ديجيتال زي السوسو دوسو. تمام. بي فيري كيرفول من حاجه، انا قلت لكم تاني التكنولوجي دي تندنج تو بي فورجوتن. تمام. لان دلوقتي مثلا اللي عندنا هنا تكنولوجي دي اس ال. تمام. هو اللي بره عندنا في الريسبشن ده اسمه ايه؟ لا اسمه ايه؟ دي اس ال موديل. اسمه ايه يا شباب؟ دي اس ال موديل. فالاثنين في جهاز واحد، راوتر وموديل الاثنين في باكج واحده في جهاز واحد. فالجديد دلوقتي ان اساسا الدي سي اي والدي سي اي الاثنين بيبقوا في جهاز واحد. طب النظام زمان كان بيبقى عامل ازاي؟ تعالوا نشوف كده الشكل ده مثلا. سي اس يو اوفر دي اس يو. تمام. مثلا الصوره دي يعني دي اوضح شويه. بصوا كده ده راوتر، ده موديل 1600 على فكره، سيرس 1600. فاكرين لما كنت قلت لكم حاجه صغنطوطه قد كده؟ هو ده. طالع منه كابل الباور، طالع منه الكابل بتاع الكونسول عشان اعمل له كونفجريشن، طالع منه كابل الاثرنت اللي اكيد داخل على سويتش ومن السويتش موزع على كده، وطالع منه كابل سيريال. طالع منه كابل ايه يا شباب؟ سيريال. داخل على مين؟ على السوسو دوسو او الموديل. تمام. وبعد كده الكابل جاي من شركه التليكو. التليكو اللي هي المقصود بيها تليكوم ايجيبت مثلا هنا في مصر. تمام. ثانيه واحده، مش انا لسه قايله ان احنا اصلا بنشتري السرعات من السيرفيس بروفايدر؟ ايه دخل تليكوم ايجيبت هنا في مصر؟ تمام. دلوقتي عشان ان انا اربط الفرع ده بالفرع بتاع المعادي، المفترض ان انا احفر تحت الارض وامد كابلات عشان يمشي فيها البيز لاين ده. تمام. مهما كانت قوه مركزي في البلد مش قادر اعمل حاجه زي دي. لو انا دلوقتي مثلا جبت شركه زي فودافون تعمل الحوار ده، برده مش من حقها ان هي تحفر تحت الارض وتبني كابلات. فاللي بيحصل للدقه، انا كعميل بتعامل مع فودافون. تمام. فودافون بيتعامل مع تيليكوم ايجيبت على اساس ان تيليكوم ايجيبت عندها انفراستراكشر، عندها بنيه تحتيه مبنيه على مستوى او ممدوده على مستوى مصر بالكامل. عندها كابلات ممدوده من كل بيت لكل سنترال ومن كل سنترال لكل سنترال. فهم بيدفعوا جزء من الفلوس اللي انا بدفعها لهم، وللدقه مش جزء من الفلوس، هو بيبقى اشتراك سنوي. تمام؟ ايجار سنوي. تمام؟ مش فاكره كام مليون. المهم بيدفعوا جزء اصلا لتليكوم ايجيبت مقابل اولا ان هم يحطوا اجهزتهم جوه السنترال، ثانيا ان هم يستغلوا الانفراستراكشر البنيه التحتيه اللي ممدوده على مستوى مصر كلها ينقلوا عليها الداتا. يبقى انا كعميل مش بتعامل مع تليكوم ايجيبت، انا كعميل بتعامل مع مين؟ السيرفيس بروفايدر. هو بقى اللي بيستخدم الانفراستراكشر بتاعه شركه التليكو، زي مثلا هنا في مصر هو اكزامبل الوحيد اللي هو تليكو ايجيبت. تمام. وللدقه السوسو دوسو في منه نوعين، في منه نوع بيقبل ار جي 45، وفي نوع منه بيقبل ار جي 11. تمام. السلك اللي ما بينهم ده بقى بنسميه سلك السريال. بسميه سلك ايه؟ السريال. السريال ده في منه خمس انواع. تمام. او في كذا نوع اشهرهم البي دوت 35. في منه ايه؟ كذا نوع اشهرهم البي دوت 35. واضح لغايه دلوقتي؟ هوريكم شكله دلوقتي الكاب ده. تمام. اللي انا شرحته اللي فوق ده كله بقى كده ده في الريل انفايرمنت. ده فين؟
في الريل انفايرومنت. تمام؟ مشكلتي بس عشان اوريكم الكلام ده بقى عملي ان انا اشتري ليز لاين، ده مش شبه مستحيل، ده مستحيل بالنسبه لي ان انا اعمله لكم كحاجه عشان بس يبقى حاجه تعليميه، لاني بتكلم في سرعات اصلا واسعار غاليه جدا. انا ممكن الاقي نفسي بدفع مثلا في الكواترو، الكواترو يعني كل 3 شهور الاقي نفسي بدفع 30,000 40,000 على حسب السرعه اللي انا شاريها وعلى حسب المسافه ما بين الفرعين، ممكن توصل ل 100,000 ممكن اكتر على حسب المسافه وعلى حسب السرعه. سيسكو عارفه كويس قوي ان انا مستحيل اوريكم حاجه زي دي اصلا على ارض الواقع، اشتري ليز لاين واربط لكم الفروع والحوارات دي كلها. عشان كده سيسكو وجدت معانا بقى في ايه؟ قال لك بالنسبه للليد انفايرمنت، تمام؟ هوصل التو راوترز دايركت ببعض باك تو باك. هوصل التو راوترز ايه يا شباب؟ ار 1 وار 2، تمام؟ هوصلهم ببعض بكابل سيريال، هوصلهم ببعض بكابل ايه؟ سيريال، تمام؟ سيسكو بقى وجبت معانا، عملت لي كابلين، تمام؟ واحد نوعه دي سي اي والتاني نوعه دي تي اي. الطرف الدي سي اي شايفين الكابل اصلا؟ دول عباره عن كابلين اهو متوصلين ببعض بجنكشن اهو تحويل او توصيل اهو في النص، تمام؟ للدقه هاجي على راوتر فيهم احوله لدي سي اي، مش احنا اتفقنا ان الراوتر باي ديفولت عباره عن دي تي اي؟ انا بايدي هاجي على واحد فيهم احوله لدي سي اي والطرف الثاني هسيبه زي ما هو دي تي اي. يعني معنى كده كاني بقول ان الراوتر الدي سي اي هو اللي هيظبط عمليه الكوميونيكيشن بالنسبه للراوتر اللي قصاده، هو اللي هيقول له ابعت البت دلوقتي، لا استنى مش تبعت البت دلوقتي. كانه هو اللي بيحط ايده هنا يكتم البورت بتاع الدي تي اي، ابعت دلوقتي لا مش تبعت دلوقتي. يعني من الاخر الدي سي اي ديفايس هو اللي هيظبط السرعه بتاعت الدي تي اي. ازاي تاني؟ عن طريق ان سيسكو عملت لي كابل، تمام؟ الكابل ده عباره عن كابلين للدقه، طرف منهم دي سي اي والطرف الثاني دي تي اي. الطرف الدي سي اي هوصله في الراوتر، فين في الراوتر؟ بالفتحه بتاعت السيريال. سيريال اهي بالدال، السيريال ده ها، تمام؟ يبقى الفتحه دي هتدخل في الراوتر فين؟ في السيريال. والطرف الثاني هنشوف شكله عامل ازاي دلوقتي. الطرف السيريال هوصله على الراوتر اللي انا ناويه احوله لدي سي اي، اللي انا ناويه احوله لايه؟ لدي سي اي. والطرف الثاني من الكابل اللي هو الدي تي اي ده هوصله في السيريال بتاع الراوتر ار 2 اللي انا ناويه اسيبه دي تي اي. ازاي احول الراوتر ده لدي سي اي؟ عن طريق ان هعمل عليه كلوكينج. هعمل عليه ايه يا شباب؟ كلوكينج. كلوكينج اصلا حتى ايام ما كنا طلبه في هندسه يعني يقول لك ايه؟ معنى كلمه كلوكينج ان انت بتظبط سرعه الجهاز. يعني صح؟ كلوكينج يعني ايه؟ بتظبط سرعه الجهاز. يبقى انت هتيجي على ار 1 تظبط عليه الكلوكينج، هو اللي هيظبط السرعه بتاعت ار 2. طب تعالوا نشوف الكابل ده بقى شكله عامل ازاي؟ شايفين التوصيله اللي في النص دي مربوطه بمسامير اهي، تمام؟ لو جيت دلوقتي هنا افك المسامير قلنا تاني هو عباره عن ايه؟ تو راوترز صح؟ او اكثر تو كيبل. اسال هوريهم لك دلوقتي. تمام؟ ادي التو كيبلز اهو. الطرف اللي هو الفيميل اللي البنات بتاعته داخله ده كده اللي هو الدي سي اي. الطرف الميل ده اللي البنات بتاعته طالعه ده الطرف اللي هو الدي تي اي. وللدقه الطرف اللي هو الدي سي اي اللي قدامكم ده هو ده اللي بنستخدمه في الارض الواقع في التوبولوجي ده. يبقى الطرف اللي او الكابل اللي قدامكم في دوت 35 ده هو ايه؟ الدي سي اي. ده اللي هو مين يا شباب؟ دي سي اي. يعني معنى كده ان سيسكو عامله لي الطرف اللي هو الميل الدي سي اي ده عشان الليد انفايرمنت. بس شوفوا الكلب شكله عامل ازاي؟ فتحي بالراحه كده، حط صباعك هنا على البنات دي بالراحه. ضعيفه صح؟ وعلشان كده مش ريكومندد ان انا افتحهم بالمنظر ده، فانا هربطهم تاني كده ببعضيهم. وبالمناسبه في كابلات اصلا ده الفي دوت 35 ده اللي شفته الشكل قدامكم على فكره، هو ده الفي دوت 35. في كابلات على فكره بتبقى من غير جنكشن التحويله اللي في النص دي، تمام؟ في اصلا كابلات بتبقى طرف منهم دي سي اي والطرف الثاني دي تي اي على طول من غير التوصيل اللي ما بينهم. فانا دلوقتي هرجع تاني اربط المسامير بتاعتهم اهو، تمام؟ طب يا ترى دلوقتي انهي طرف الدي سي اي وانهي طرف الدي تي اي؟ هو مش مكتوب عليهم، في كابلات بيبقى مكتوب عليه، تمام؟ اللي اقصده ان انا عايز اوريكم عن طريق الكونفجريشن ازاي تحدد مين هو الطرف الدي سي اي ومين هو الطرف الدي تي اي. فانا دلوقتي همسك الطرفين دول كده اللي هو السيريال ونوصلهم بقى بالراوتر، تمام؟
انا موصله دلوقتي التو راوترز قدامكم اهو تمام. الراوتر اللي فوق ده هتعامل معاه ان هو ار1، الراوتر اللي تحت هتعامل معاه ان هو ار2، فهمسك كابل السيريال اهو تمام. احط في راوتر مثلا الانترفيس اللي فوق اللي مكتوب عليه سيريال 1، يبقى اللي فوق ده اللي هو ار1، يبقى معنى كده انه متوصل على سيريال 0 اوفر 1 اوفر 1. مش اتفقنا ان رقم الستوب تحت واحد وانا ربطته دلوقتي في السيريال اللي رقم واحد، يبقى هيصير هنا ايه او الانترفيس ده هيبقى سيريال 0 على 1 على 1. طيب بالنسبه للراوتر الثاني احنا اتفقنا ار2 هو اللي تحت، تعالوا نعكس، هوصله في سيريال 0، هوصله فين؟ في سيريال 0 تمام. يبقى ده سيريال 0 على 1 على 0. ركز في كل انترفيس اصلا عشان لما تيجي تحط اي دي هيك تبقى عارف انت بتحط اي دي مين. ده ايه؟ سؤال؟ سؤال؟ اه اوقف الفيديو؟ تعالوا بقى اللي انا هعمله هنا ان انا عايز احط ايبات على الشبكه دي، فسي مثلا احط ايبات على ريكومندد، طالما تو راوترز الحوار كله يبقى ريكومندد ان انا احط اي بي على كام؟ بريفكس كام؟ 30، ده دوت 1 وده دوت 2 تمام؟ لو انا كنت شغاله دلوقتي تكنولوجي ايثرنت فاست 0 على 0 فاست 1 اوفر 0 مثلا زي ما اخذنا التلت قبل كده تمام؟ عشان احط اساسا اي بيات على الانترفيسز بتاعه الايثرنت بحط اي بي نو شت داون خلصت. انما السيريال مش كفايه ان انا احط اي بي ونو شت داون، لازم اضبط الكلوكينج. لازم اضبط ايه؟ الكلوكينج، وهو ده الهدف من شغلنا النهارده، اي بي ونو شت داون، وبعد كده اضبط الكلوكينج عشان الطرفين يقدروا ان هم يبلغوا على بعض. واضح كده؟ طيب ازاي بقى انا موصلاها؟ انا قلت لكم تاني اللي فوق ده هو ار1 واللي تحت ده هو ار2. كابل الكونسول في ايدي اهو تمام؟ لو انا حطيته في فتحه الكونسول بتاعه الراوتر اللي فوق ده كده ار1، ده كده ايه؟ ار1. تعالوا نعمله انيشال كونفيجريشن عشان مش تتلخبطوا. هوست نيم ار1، لاين كونسول 0، لوجينج سنكرونوس، اكزيت داش اي دي 1، نو اي بي دومين داش اي دي 1 تمام. وبعد كده بصوا كده هشيل الكابل بتاع الكونسول احطه في الراوتر اللي تحت، انا كده دخلت على الراوتر الثاني تمام. السيرا تيرم اللي قدامكم ده ما هو في الاول وفي الاخر الا واجهه بتخليني اكونكت على الراوتر عن طريق الكابل بتاع الكونسول. يا ترى دلوقتي الكابل بتاع الكونسول في انهي واحد؟ على حسب بقى انت مدخله فين تمام. تعالوا نعمل انيشال كونفيجريشن بالنسبه للراوتر ده. الاول هوست نيم ار2، لوجين سنكرونس اكزيت داش نو اي بي دومين داش لوك تمام. تعالوا بقى نيجي الاول على الراوتر اللي فوق كده ونحط عليه اي بي تمام. هنحط ايه؟ اي بي عليه. انا قلت لكم تاني ان انا هحطه دلوقتي على انهي انترفيس؟ سيريال 0 على 1 على 1. يبقى هنزل تحت الانترفيس سيريال 0 على 1 على 1 وادي له اي بي ادرس. اتفقنا على كام؟ ايوه تمام. واقول له نو شت داون. لو استنيت بس ثواني كده تمام. وبعد كده قلت له شو اي بي انترفيس بريف، قال لي ان الانترفيس ده دلوقتي حالته داون داون. ليه؟ لان الطرف اللي قصاده كونكتد اه براوتر بس الراوتر مش شغال، يبقى يعتبر كانه مش كونكتد بحاجه تمام. طيب بعد كده نشيل الكابل نحطه في الراوتر اللي تحت ار2، وانزل تحت الانترفيس صح كده وادي له اي دي ادرس ونو شوت داون. ونو ايه؟ شوت داون تمام. قال لي تشينج ستيب تو اب شو اي بي انترفيس بريف، حاله الانترفيس بقت ايه؟ اب اب. ولو كان الكابل بتاع الكونسول واصل على الراوتر التاني هيظهر برضه اب اب. لا معلش ثانيه واحده، انا كنت متوقعه ان هو هيظهر لي هنا اب داون. ليه اب داون؟ لان انا لسه مش ظبطت كلوكينج. مش احنا قلنا من ضمن سيناريوهات اب داون ان مفيش كلوكينج؟ فانا كنت متوقعه ان يظهر ايه يا شباب؟ اب داون. امال ايه اللي حصل؟ ليه اداني اب اب؟ قال لك على حسب الموديل اللي انت شغال عليه. بمعنى الموديل اللي قدامي ده بيبقى فيه كلوكينج باي ديفولت
بيبقى فيه ايه بلوكينج باي ديفولت، انت تقدر ان انت تغيره. لكن لو انت شغال على موديل تاني مثلا اقدم شويه ولا حاجه ومفيش كلوكينج، كان حاله الانترفيس هتظهر اب داون. طب عشان اتاكد ان في كلوكينج ولا لا، طب يا ترى الاول انا دلوقتي واقف على ار 2 تمام، يا ترى هو واصل بالطرف بتاع الكيبل الدي سي اي ولا الدي تي اي؟ عندي امر اكتر من رائع اسمه شو كنترولرز. شو ايه؟ لو انا ضغطت انتر دلوقتي هيجيب لي معلومات، كميه معلومات مهوله عن كل الانترفيسز بتاع الراوتر. انا مش انترستد في كل الانترفيسز، انا انترستد في ايه؟ سيريال 0 على 1 على 0 انتر. كميه جاربيج مهوله، السطر الوحيد اللي يهمني هو السطر ده دي سي اي، نوع الكيبل اللي انا ربطاه بيبقى 35، وقال لي ان الكلوك ريت كذا بالبيت بير سكندز، بتتحسب بايه؟ بالبيت بير سكندز. يبقى تعالوا نعكس بقى هنا كده عشان الدنيا اتعكست معايا صدفة لما جيت وصلتها، ده اللي هو اللي ربط معايا الدي سي اي وده اللي هو الدي تي اي تمام. يبقى لما تيجي تظبط كلوكينج، وطبعا نوع الكابلات بقى كده اتغيرت صح كده تمام، يبقى لما تيجي تظبط كلوكينج تظبطه فين؟ على ار 2. تظبطه على مين يا شباب؟ ار 2. طيب لو شلت الكيبل وحطيته في الراوتر اللي فوق كده ار 1، لما يكون واحد دي سي اي اكيد اللي قصاده شو كنترولرز اس 0 اوفر 1 اوفر 1، قال لي ان هو متوصل عندي بالدي تي اي، وما قالش ليا كنت الكلوكينج، لكن قال لي في دوت 35 ترانسميتد اند ريسيفد كلوكس ديتكتد، حاسس ان في كلوكينج بيقوله من الطرف الثاني، الطرف الثاني هو اللي بيظبط السرعه بتاعته، هو اللي بيظبط مين يا شباب؟ السرعه بتاعته. اب تو ذيس بوينت حد وقع مني في حاجه؟ لما ظبط الكلوكينج بقى يتظبط على انهي طرف؟ الدي سي اي ولا الدي تي اي؟ الدي سي اي اللي هو في حالتي ار 2 تمام؟ يبقى هدخل دلوقتي كده على ار 2 وتحت الانترفيس تظبط الكلوكينج اللي انت عايزه. هقول له هنا كلوك ريت مسافه، بص لو استخدمت الهيب كل دي كلام كلوكينج ممكن تستخدمها بالايه؟ بالبير سكند تمام؟ بليفت اور نوت، كل ما اصلا هتزود السرعه دي كل ما هتدفع فلوس اكتر، كل ما ايه؟ هتدفع فلوس اكتر. في ناس كانت تقول لي طب ما انا بقى ادخل تحت الراوتر وازود السرعه، ليه يا شباب؟ السيناريو ده لما بيبقى شغال في الشركات السيرفيس بروفايدر هو اللي بيقومه، خدوا بالكم الاثنين في الشركه، الراوتر والسوسو دوسو او المودم الاثنين في الشركه بتاعتك، والطرف الثاني هيبقى عنده نفس السيناريو، الفرع بتاع المعادي هيبقى فيه نفس السيناريو تمام؟ السيرفيس بروفايدر هو اللي بيظبط لك السرعات، وهو اللي بيظبط لك الليله دي كلها، وبيحط الباسورد على الراوتر ومش بيعرفك الباسورد عشان يضمن ان انت مش تدخل تلعب في الكونفيجريشن وتزود السرعه تمام. حتى ناس من الطلبه بتقعد تقول لي ايه طب اعمل بس ريكفري على الراوتر، بلاش بلاش تلبس نفسك في مصايب، ما هم بيعرفوا يعملوا بس ريكفري وممكن يدخل على الراوتر ويلعب في الكونفيجريشن، بلاش. في اي اسئله في الجزء ده؟ تمام. يبقى تاني كل ما دلوقتي هيستخدم لك سرعه اعلى كل ما انت هتدفع فلوس اكتر. تعالوا نغير الكلوك ريت، سي مثلا هخليه دلوقتي 64000 مثلا تمام؟ انتر. لو جيت هنا قلت له شو كنترولر على اس 0 اوفر 1 اوفر 0، قال لي فعلا الكلوك ريت، ولو رحت على الطرف الثاني وقلت له شو كنترولر ما زال بيقول لي في دوت 35 ترانسميتد اند كلوك اند ريسيفد اسا كلوك ديتكتد، واضح لغايه دلوقتي؟ طيب افرض دلوقتي رخامه كده ان انت جيت على الراوتر اللي هو ار 1 اللي هو متوصل بالطرف الدي تي اي وحبيت ان انت تعمل عليه بلوكينج تمام؟ تعالوا نشوف كده هيقبل ولا لا. تحت الانترفيس اس 0 اوفر 1 اوفر 1، لو قلت له كلوك ريت سي مثلا تعالوا نستخدم اي سرعه ثانيه مثلا 7200، ايه رايكم؟ هيديني ايرور ولا لا؟ مش ده الطرف الدي تي اي؟ هو الكلوكينج انا بظبطه على مين؟ على الدي تي اي مش الطرف الدي تي اي. فلو قلت له انتر هو فعلا اداني ايرور، بس بنسميه سايلنت ايرور، بسميه ايه؟ سايلنت ايرور، او للدقه على حسب الموديل تمام؟ في موديلات لو طبقتوا الكلام ده مثلا على الداتا تريسر واشتغلتوا على سيريس 2900
هتلاقيه صراحه بيديك ايرور يقول لك لا الكلام ده يروح يتطبق على مين؟ على الدي سي اي. طب يعني ايه هنا اداني سايلنت ايرور؟ صراحه اداك ايرور؟ لا، لكن لو قلت له شو راننج على الانترفيس اس 0 اوفر 1 اوفر 1، بص كده نفض لك، مش اي كونفيجريشن تحت الانترفيس المفترض تظهر في الشرعي نفض لك، ولا كانك عملت حاجه. لو رحت دلوقتي على الراوتر الثاني وقلت له شو راننج على الانترفيس اس 0 اوفر 1 اوفر 0، لا ده مش نفض لك، ده فعلا قبل الفلوكيت. فقلنا تاني حته ان هو يديك ايرور على حسب الموديل، موديل زي اللي قدامي ده بيديني سايلنت ايرور، يعني من الاخر نفض لك. موديلات تانية هيديك صراحة ايرور يقول لك لا الكلام ده يروح يابلاي على مين؟ الدي سي اي. اب تو ذيس بوينت، حد وقع مني في حاجة؟ تمام. لو انا جيت دلوقتي هنا بقى على او على الراوتر ده قلت له شو اي بي انترفيس بريف، طبعا حالة الانترفيس دلوقتي بقت اب تمام؟ فيزيكالي قايم تمام؟ حطيت اي بي نو شت داون والكلوكينج. لو الموديل قديم مثلا ولا حاجه باي ديفولت ما فيش عليه كلوكينج هيديك اب داون، مش هيقوم الا بعد ما تديله كلوكينج. تمام؟ طب لو جيت ابلج نتست كده على الكونكتيفيتي على ار واحد في كونكتيفيتي ولا لا؟ اخدتوا بالكم ان ما فيش عندي ولا بنجايه ضايعه؟ صح؟ ليه؟ هي البنجايه اللي ضايعه دي عاده كانت بتضيع في ايه؟ في الارض لغايه ما يجيب الديستنيشن ماك. تكنولوجي السيريال مفيش فيها ماك. تكنولوجي السيريال ايه؟ مفيش فيها ماك. يعني من الاخر لو جيت تبنج ولقيت اول بنجايه واقعه اعرف على طول ان الباقي كله هيقع. ليه مش ليه ماك؟ مش وقته، هنعرف الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله في السمستر الرابع لما ندوس باذن الله في الوان تكنولوجي بالتفصيل. اعرفني بس كده مؤقتا ان السيريال انترفيس مش ليه ماك. عشان اكد لك عندي امر اكتر من رائع اسمه وريني كده معلومات عن الانترفيس اللي عندي اللي هو كذا. تمام؟ شايفين كمية معلومات قد ايه؟ السطر اللي انا انترستد فيه بقى فين في دول؟ الحتة دي كده. لو انا دلوقتي كنت بتكلم عن انترفيس اي تكنولوجي ايثرنت، فاست ايثرنت، جيج ايثرنت، كان هيديني هنا كده ان البي اي اي بتاع الكارت ده كذا، احنا قلنا البي اي اي قبل كده اللي هو مين؟ ايوه الماك ادرس. هنا جاب لي سيرة البي اي اي؟ لا، تأكيد اهو ان السيريال انترفيس اصلا مش ليه ماك. تعالى اوريكم كده، لو جيت عملت الكلام ده على اي انترفيس فاست 0 اوفر 0 مثلا، بص هنا قال لي ايه؟ ان البي اي اي بتاع الكارت ده كذا، الماك ادرس بتاع الانترفيس ده كذا. تمام؟ يبقى تاني السيريال انترفيس اصلا مش ليه ماك. يعني من الاخر لو جيت تبند اول بنجاوب اعرف على طول ان الباقي كله هيقع. حد وقع مني كده في اي حاجه يا شباب؟ لو انت دلوقتي بقى حبيت تطبق الكلام ده تطبقه على مين؟ تعالى نقوم الاول جي ان اس، وتعالى نقوم الباك تريسر. فين الباك تريسر؟ الكلام ده هتطبقه على الباك تريسر مش جي ان اس، ده لاك هتطبقه على الباك تريسر. تمام؟ ليه بقى؟ بالنسبه للجي ان اس لما اجي اقوم لكم دلوقتي ونركب عليه موديول سيريال، ام نوت شور جيرني، الولد اللي هو الفرنسي اللي عمل البرودكت ده، ام نوت شور عملها ازاي، بيعمل الطرفين او خلى الطرفين دي سي اي وشغال زي الفل. المنطق بيقول لما يكون واحد دي سي اي اكيد الثاني دي سي اي، لا ده الطرفين دي سي اي وشغال زي الفل. ونظرا لان ده توبيك احنا لسه بنتعلمه اول مره، عشان كده بس يعني ايه عايزاكم تشتغلوا على حاجه شبيهه باللي بيحصل على ارض الواقع. تمام؟ تعالوا الاول نسحب راوترز كده. هيشتغل دلوقتي زي ما اتفقنا على موديل 2911. تمام؟ الموديل ده الناس اللي فيكم اللي اشتغلت على الباك تريسر كان فيه كام انترفيس؟ ثلاثه، بيج 0 على 0، بيج 0 على 1، بيج 0 اوفر 2، مش فيه اي سيريال. توصل عليه سيريال ازاي بقى؟ هتركب له وكايه، قال لي موديول نوع ايه؟ وكايه. ما احنا قلنا قبل كده ان الورك ده اللي هو وين انترفيس كار ده بيبقى موديول كله سريالات. تمام؟ ازاي؟ هكليك هنا على الراوتر. تمام؟ دي كلها انواع من الموديولز اللي انت ممكن تركبها. هختار مثلا هاي ويك 2 تي، هاي سبيد ويك 2 تي، 2 تي يعني 2 سريال بالذمه الشكل ده، مش هو اللي قدامكم على الراوتر فعلا؟ تمام؟ لو سحبت دلوقتي باي سلوت فاضي كده، اي سلوت فاضي اداك ايرور، قال يعني بقى حاجه حقيقيه قوي، بيقول لك ثانيه واحده الراوتر شغال. يا حاضر، نطفي الراوتر نسحبه في اي سلوت فاضي ونشغل الراوتر تاني. تمام؟ اللي مش ركز هنا ركز هنا.
نعملها تاني كده. هطفي الراوتر هاي ووك 2 تي، اسحبه في اي سلوت فاضي واشغل الراوتر. لو جينا اوصل الاثنين دلوقتي ببعض، واخدين بالكم دول اللي هم الاستاك السريال، اللي عليه ساعه ده مكتوب تحت دي سي اي، واللي من غير ساعه ده اكيد الطرف الدي سي اي. فلو ضغطت على الدي سي اي وضغطت على الراوتر ده، في فعلا سريالات ظهر اهي، نظرا لان انا حطيته في السلوت زيرو فظهر هنا الرقم اللي في النص زيرو. اختار هنا مثلا ماشي اي سلوت، وهنا برضو اي سلوت. لو وقفت عليه بالراحه كده بيصير اسم السلوت اهو، واضحه كده؟ وتدخل بقى تعمل الكونفيجريشن وتظبط كل حاجه والكلوكنج وكل حاجه، واضح؟ طيب بالنسبه للجي ان اس، ليه قلت لك بلاش؟ تعالى نقوم كده راوتر سي مثلا 7200، تمام؟ ازاي تركب له وكايه؟ هتكليك هنا كليك يمين كونفيجر، وتدخل على سلوت وتركبه في اي موديول فاضي. سي مثلا هحطه هنا في سلوت 1، بدل فاست ايثرنت ده هخلي يا اما 4 تي يا اما 8 تي، 4 سريال ولا 8 سريال، كفايه 4. لو جبت كاني هوصله بحاجه بقى، ها؟ تمام؟ طيب هتفترض دلوقتي ان انت وصلته بالراوتر اللي قصاده، تمام؟ ولو جيت دلوقتي هقوم الراوتر ده كده، اول ما يقوم لو وصلت تو راوترز هتلاقي الطرفين زي ما اتفقنا دي سي وشغالين زي الفل. تحط اي بي وموشن داون والكلام ده هتلاقيه شغال زي الفل، بس اتفقنا عشان احنا بس لسه بنتعلم الكلام ده في الاول، مش عايزاكم تلخبطوا نفسكم، تمام؟ استنى كده ما يقوم، بص كده قلت له هنا شو كنترولرز على اس 0 اوفر 1 او اس 1 اوفر 0 مثلا، تمام؟ ايه كميه المعلومات دي كلها؟ طب بصوا كده فين الدي سي اي؟ لقطتها اخيرا. انا بقى بحب اقول له شو كنترولرز انكلود دي سي اي عشان يجيب لي السطر اللي انكلود. شفتوا الفلتريشن مهم ازاي؟ عشان يجيب لي بس السطر اللي فيه كلمه دي سي اي او دي تي اي بس. وبالمناسبه الكلمه اللي بتتكتب هنا كيس سنسيتيف، يعني لو قلت له هنا دي سي اي مش هيجيب لي حاجه، كيس سنسيتيف. وصلوا تو راوتر شغلوهم سيريال، قوموا الطرفين اي بي هات نوشر داون هيشتغل زي الفل. تدخلوا على الشو كنترولرز على الاثنين هتلاقوهم دي سي اي. عرفتوا ليه اللاب ده قلت لكم تعملوه على الباك تريسر؟ تاني اي اسئله؟